اذا مشاهدينا دعونا نتابع هذه الصور المتداوله لظهور جديد للقائد العام للقوات المسلحه السودانيه رئيس مجلس السياده عبد الفتاح البرهان وذلك بين قواته وجنوده في مقر القياده العامه في العاصمه السودانيه الخرطوم على ما يبدو انه هذا الظهور اللي انتشر في الساعات القليله الماضيه كان اليوم اذا هو مزيد من استعراض للقوه لتاكيد ان مقر القياده لا يزال بايدي القوات المسلحه وانه وجود او مجرد الظهور لعبد الفتاح البرهان امام جنوده بهذا الشكل هو ايضا في اطار التكذيب بعض الاشاعات وبعض التقارير لتفيد بعدم ظهوره او اختفاء وعدم قدرته على الظهور على العالم اذا استعراض للقوه استعراض امام جنوده وقواته ياتي هذا في اطار من الجهود السعوديه الامريكيه ومن خلال الاجتماعات لجس النبض وبناء الثقه ما بين الطرفين ما بين الجيش وما بين قوات الدعم السريع تعتمد على مساله التدريج من خلال عدد من اللقاءات في جده لكنها لا تزال في بداياتها ولم تنعكس على ارض الواقع حيث لا تزال البلاد والخرطوم على الخصوص تشهد استمرارا للاشتباكات المتبادله وكذلك الاتهامات المتبادله بخرق الهدن الهشه التي تبقى هشه البرهان ايضا من المتوقع ان يتوجه في قادم الأيام إلى المملكة العربية السعودية بعد التوجيه دعوة له لتمثيل السودان خلال أشغال القمة أو أشغال القمة العربية قمة جدة في دورتها الثانية وثلاثون على أن نتابع إذا كان سيحضر أم لا إذا هذا ربما ظهور جديد لعبد الفتاح البرهان وهو يتابع مع جنوده بالزي العسكري وسط التحيات من عدد من القوات التابعة للجيش العسكري أمام مقر القيادة العامة وسط التحيات من عدد من القوات تحدثنا بطبيعة الحال أيضا عن الوضع الإنساني المزري على مستوى السودان مع استمرار هذه الأسماء